آیت الکرسی تفسیر الجلالین. بسم الله الرحمن الرحیم. الله لا اله الله لا اله أي لا معبود بحق في الوجود إلا هو الحي الدائم بالبقاء القيوم المبالغ في القيام بتدبير خلقه لا تأخذه سنة نعاس ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا وعبيدا من ذا الذي أي لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه له فيها يعلم ما بين أيديهم أي الخلق وما خلفهم وما خلفهم أي من أمر الدنيا والآخرة ولا يحيطون بشيء ولا يحيطون بشيء من علمه أي لا يعلمون أي لا يعلمون شيئا من معلوماته إلا بما شاء أن يعلمهم به منها بأخبار الرسل وسع كرسيه السماوات والأرض قيل أحاط علمه بهما وقيل ملكه وقيل الكرسي نفسه مشتمل عليهما لعظمته لحديث ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدارهم سبع ألقيت في ترس ولا يعوده يثقله حفظهما أي السماوات والأرض وهو العلي فوق خلقه بالقهر الله عظيم كبير وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين
أيديهم وما خلفهم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم.